خرجنا من منطقة ريف إدلب الجنوبي نتيجة القصف الشديد من الطيران الروسي وطيران النظام والقذائف المدفعية. يعني طلعنا برا بدنا مأوى ملجأ، ما لقينا غير هاي البناية على العظم، وما فيها غير حطينا شوادر، حطينا بطانيات وباركنا فيها. ما يعني ما في منظمات، ما في دعم، في عالم مرضاني، المطر عم تشرتت، في ما في. فاجت منظمة مؤسسة أوريانت الله يجزيها الخير، جابت مساعدات وجابت عيادة طبية، شافت المرضى، في ختائر مرضاني، في أطفال مرضانين الله يجزيهم الخير. لقد قامت مؤسسة أوريانت بالتعاون مع منظمة تحالف الأديان باستهداف أهلنا النازحين من معبة النعمان وريف معبة النعمان والذين هجرهم القصف الروسي والسوري إلى هذه المناطق، ولقد قمنا بالاستجابة عن طريق توزيع السلال الغذائية وعن طريق العيادة المتنقلة وفرق الاستجابة السريعة، وقدمنا لهم كل ما يستطيع تقديمه ونتمنى لهم العودة بأسرع وقت ممكن إلى منازلهم.